أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، إذا من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي. إذا أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا النص الوظيفي، إذا في الوحدة الأول في الوحدة الثانية الوطن والمواطنة. إذا عنوان النص هو الوطن والمواطنة، أحسنتم. إذا قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناة، هذا الشيء اللي ما مشتركش من طبيعة الحال، وفعلوا زر الجرس خليه لي يجي من هذا الفيديو هذا. إذا كان عندكم شي اقتراح أو شي سؤال أو ما فهمتوش شي حاجة فاكتبوه لي في بلاصة التعليق، فأنا حابة لي صغار كنقرا جميع التعاليق ديالكم. إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة ديالي. كما كنشوفوا فعنوان النص هو الوطن والمواطنة، الوطن والمواطنة، جيد. إذا ألاحظ وأتوقع، أذكر بعض واجباتي تجاه زملائي أو زميلاتي. إذا غادي تذكروا بعض الواجبات اللي عليكم تجاه الأصدقاء ديالكم، سواء كانوا تلميذات أو تلاميذ أو زميلات أو زملاء، جيد. إذا بهذا الشكل هذا غنقول مثلا بعض واجباتي تجاه إذا زملائي، إذا مساعدتهم عند الحاجة، إذا فعند حاجتهم إلينا نمد لهم يد المساعدة، ثم احترامهم وتقديرهم، احترام عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، إذا احترام عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، جيد. إذا هذو بعض الواجبات تجاه الزملاء ديالنا. السؤال الثاني، إذا أبحث عن المشترك بين الصورتين، أبحث عن المشترك بين الصورتين. إذا هنا كما كنشوفوا تلميذين، تلميذة وتلميذ يرتديان القميص الوطني، يحملان أعلام وطنية. إذا ثم هنا عندنا لدينا خريطة المملكة المغربية، ومكتوب هنا أحب وطني، إذا هما يعبران عن حبهما للوطن. إذا هنا كما كنشوفوا معايا هنا الأيادي، إذا تشابك الأيادي فيما بينها هذا يدل على التضامن، هذا شعار التضامن، وهنا نجد راية المملكة المغربية. إذا مكتوب هنا كلنا متضامنون. إذا فالمشترك بين الصورتين هو حب الوطن وتعاون وتضامن الجميع من أجل إعلاء راية الوطن. إذا نكتب بهذا الشكل هذا، المشترك بين الصورتين هو حب الوطن وتعاون وتضامن الجميع من أجل إعلاء راية الوطن. من أجل ماذا؟ إعلاء راية الوطن، جيد. السؤال الموالي، أتوقع ما يتضمنه النص انطلاقا من العنوان. إذا هنا الوطن والمواطنة، إذا أتوقع أن النص سوف يتحدث عن مفهوم الوطن والمواطنة، سيعرف لنا ما معنى الوطن وما معنى المواطنة، جيد. إذا الآن نمر إلى قراءة هذا النص. الوطن والمواطنة، الوطن ليس رقعة جغرافية ضيقة، بل هو إحساس بالانتماء تهتز مشاعرك نحوه كلما أراد الأعداء النيل من كرامته ولو بشبر من ترابه، وتتفانى في خدمته وتعمل على ازدهاره والسمو به إلى أعلى المراتب بين سائر الدول. والإنسان لا يمكنه أن يعيش دون وطن، فهو يسكن الوطن والوطن يسكن الإنسان، حتى في حال انتقاله من بلده إلى بلد آخر، فإنه يحمل معه وطنه في قلبه وعقله، يعرف به ويذكر فضائله ويمجد منجزاته. والمواطنة حقوق وواجبات ومسؤولية تجاه المواطن والجماعة التي ينتمي إليها،
وهذه الواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية مع التطلع إلى مستقبل زاهر بعزيمة قوية. ومن فوائد المواطنة الثقة بالنفس، أي أن يثق المواطن بقدراته ويعيش منتميا إلى الجماعة لا منعزلا منقطعا عن الآخرين من أبناء وطنه، وأن يكون مشاركا وليس مجرد متفرج على ما يحدث من حوله، فهناك دائما فرق بين اللاعب والمتفرج، لأن اللاعب يشارك في تقرير مصير المباراة وحسم نتيجتها، في حين ليس للمتفرج سوى الصمت أو الهتاف. إن فعل المواطنة الحقيقية هو ذلك الذي يخرج بالمواطن من دائرة السكون والسلبية إلى دائرة الحركة والفعل اللذين يجعلان منه شخصا إيجابيا يمارس النقد الذاتي ويتجنب التسرع في إصدار الأحكام، ويبني علاقاته على أسس الحوار الحضاري وقبول الرأي المخالف. وترتبط المواطنة الحقة بقدرة الإنسان على مواجهة جميع أنواع الميز التي قد تحدث بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد المجتمع ومن هاجر إليهم من أبناء أوطان أخرى، سواء تعلق الأمر باختلاف في اللون أو الدين أو الجنس أو غير ذلك. ولا يمكن الانتصار على أنواع الميز هذه إلا بإيمان المواطن بالحق في الاختلاف والعيش المشترك والانصهار داخل بوتقة واحدة. فالمواطن الحق هو من يشارك في بناء وطنه، ويكون ذلك انطلاقا من بناء أسرته البناء السليمة القائمة على المحبة والمشاركة وإيثار المصلحة العامة على المصالح الخاصة والضيقة، ذلك بأن بناء المواطنة الحقة التي من شأنها الارتقاء بالإنسان ومجتمعه إلى مراتب القوة والازدهار، إنما يكون بنكران الذات والتعاون مع الجماعة والاشتغال دون كلل أو ملل لتنمية البلاد في جميع مجالات الحياة. وفي الوقت الذي يقوم فيه كل واحد منا امرأة كان أم رجلا، طفلا أم كهلا، بدوره المنوط به خدمة للوطن، فإننا سنبلغ حتما مرتبة المواطنة الحقة التي من شأنها أن توفر لنا جودة الحياة والعيش الآمنة والنهضة التي نتوخاها. أحسنتم أحبتي الصغار، إذن هذا النص هذا قرأوه جيدا في المنازل لكم. إذن هنا صاحب النص فهو سامح فوزي كاتب مصري. إذن هنا عندنا نبدأ موجزة عن حياته، وكذلك إذا هنا عندنا نوع النص ومصدره. إذا نوعية النص فهي مقالة نثرية وعندنا التعريف ديالها، والمصدر النص هو هذا مأخوذ من كتاب المواطنة إذا إلى آخره. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، دعنا نمر إلى الصفحة الموالية. إذا جيد، إذا نمر الآن إلى أقرأ وأفهم ونمي معجمي اللغوي. إذا أبحث عن المعاني المتعددة لكلمة الارتقاء. إذن هنا عندنا كلمة الارتقاء غادي يتقلبوا على المفردات ديالها. جيد، إذن من بين معاني كلمة الارتقاء نجد الازدهار، التقدم، النمو، الصعود، الارتفاع. جيد، سؤال موالي، أبحث في معجمي اللغوي عن معنى المواطنة. إذن اللي ما عندوش المعجم إذن غتقلبوا على في جوجل، غتلقاوه في جوجل. إذن أبحث في معجمي اللغوي عن معنى المواطنة. إذن بهذا الشكل، هذا معنى المواطنة: تشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة
لمن يحمل جنسيتها وقد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه. أعيد، معنى المواطنة، تشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها وقد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه. جيد، إذن نمر إلى السؤال الموالي. سؤال موالي يقول: أبحث في أحد القواميس عن معنى بوتقة. إذن جيد، إذن هنا عندنا معنى بوتقة، يكون واضح. معنى بوتقة فهو وعاء على شكل قدح تصهر فيه الفلزات وغيرها من المواد، وتصنع عادة من مواد صامدة أو صلبة صامدة للحرارة مثل الخزف أو الجرافيت. أعيد، معنى بوتقة وعاء على شكل قدح تصهر فيه الفلزات وغيرها من المواد، وتصنع عادة من مواد صامدة للحرارة أي لا تخترقها الحرارة، لا تمر منها الحرارة. جيد، مثل الخزف أو الفلزات صامدة للحرارة، بمعنى هاد المواد هادو راه ما كتذوبهمش الحرارة، لا يمكن للحرارة أن تذوب الخزف أو الجرافيت. جيد، ننتقل الآن إلى أسئلة أفهم. ما التعريف الذي أعطاه الكاتب للوطن؟ أين يتجلى حب الإنسان لوطنه؟ إذن غادي نقولوا بهذا الشكل هذا. الوطن، إذن الجواب ديالو: الوطن ليس رقعة جغرافية ضيقة، بل هو إحساس بالانتماء، ويتجلى حب الإنسان لوطنه في اهتزاز المشاعر كلما أراد الأعداء النيل من كرامته، وكذا التفاني في خدمة الوطن والعمل على ازدهاره والارتقاء به إلى أعلى المراتب. جيد، سؤال الموالي: ما المواطنة في نظر الكاتب؟ ما فوائد المواطنة؟ بما ترتبط المواطنة؟ الحق. إذن نقول: المواطنة في نظر الكاتب هي حقوق وواجبات ومسؤولية تجاه المواطن والجماعة التي ينتمي إليها. من فوائد المواطنة نجد: نقطتان، الثقة بالنفس، الانتماء إلى الجماعة، المشاركة في تقرير المصير. إذن عارضات، سؤال آخر: ترتبط المواطنة الحق بقدرة الإنسان على مواجهة جميع أنواع الميز التي قد تحدث بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد المجتمع ومن هاجر إليهم من أبناء أوطان أخرى. جيد، إذا السؤال الموالي: أبرز بعض مظاهر المواطنة الحق انطلاقا من النص. إذا بعض مظاهر المواطنة الحق انطلاقا من النص نجد: قدرة الفرد على مواجهة جميع أنواع الميز، سواء تعلق الأمر باللون أو الدين أو الجنس. جيد، إذا نمر الآن إلى أفكر. إذا أفكر، عندنا السؤال الأول يقول: هل من الممكن للمهاجر أن يتمتع بحقوق المواطنة في البلد الذي استقر فيه؟ إذا هنقول بهذا الشكل هذا: نعم، من الممكن للمهاجر أن يتمتع بحقوق المواطنة في البلد الذي استقر فيه، لأن المواطنة الحق هي التي تعطي للإنسان القدرة على مواجهة جميع أنواع الميز. جيد، السؤال الموالي يقول: هل تتحقق المواطنة مع ممارسة أنواع الميز أو التمييز؟ لماذا؟ إذا نقول لا يتحقق مفهوم المواطنة مع ممارسة أنواع من التمييز، ولا يتحقق ذلك إلا بالانتصار على شتى أنواع الميز والإيمان بالاختلاف والعيش المشترك.
جيد. نمر الآن إلى السؤال الموالي، أذكر بعض حقوق مغاربة العالم وواجباتهم. إذا بعض حقوق مغاربة العالم وواجباتهم نجد إذا تجاه الوطن المستقبل أو مكان الهجرة أو مكان الاستقرار. إذا تحمل المسؤولية تجاه المواطن والجماعة التي ينتمي إليها، احترام معتقداتهم وعاداتهم. إذا مد يد المساعدة لهم عند الحاجة. جيد. السؤال الموالي، كيف تتجلى المواطنة في زمن الأوبئة والكوارث الطبيعية؟ إذا تتجلى المواطنة في زمن الأوبئة والكوارث الطبيعية في الانخراط، في تقديم يد المساعدة للمتضررين، وكذا في اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. جيد. نمر الآن إلى أقرأ وأحلل. جيد. إذا عندنا ما الفكرة المحورية التي يدور حولها النص؟ إذا ما الفكرة المحورية التي يدور حولها النص؟ بهذا الشكل هذا نقول تقريب مفهوم الوطن والمواطنة للمتعلم، والتعريف بالمواطنة الحقة، وضرورة مشاركة المواطن الحق في بناء وطنه وتنميته في جميع مجالات الحياة. جيد. السؤال الموالي، أحدد فكرة الفقرتين الثالثة والخامسة. إذا عندنا فكرة الفقرة الثالثة، لممارسة المواطنة لا بد من مجتمع عادل يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص. هذه فكرة ديال الفقرة الثالثة. الفكرة ديال الفقرة الخامسة، فعل المواطن الحقيقي هو ممارسة النقد الذاتي وتجنب التسرع في إصدار الأحكام وبناء العلاقات على أسس الحوار الحضاري وقبول الرأي المخالف. إذن هذه فكرة ديال الفقرة أو الفقرة الخامسة. أستقي جملة الفقرة السادسة جملة وصفية. إذن الجملة الوصفية هي، لا يمكن الانتصار على أنواع الميز هذه إلا بإيمان المواطن بالحق في الاختلاف والعيش المشترك والانصهار داخل بوتقة واحدة. جيد. أبدي رأيي في قول الكاتب هو يسكن الوطن والوطن يسكنه، أعلل ذلك. إذا أبدي رأيي في قول الكاتب هو يسكن الوطن والوطن يسكنه، يرتبط المواطن بوطنه ويناضل من أجله لكي يجد فيه الأمن والاستقرار ويحافظ على الأرض التي يسكنها. فالوطن جوهرة ثمينة تتعلق بها روح الفرد، فالوطن يسكن أرواحنا قبل أن نسكنه. إذا في الوطن فكيسكن في الأرواح ديالنا قبل إحنا أننا نسكنه أو نسكن فيه. جيد. إذا السؤال الموالي عندنا، أركب ألخص النص في خطاطة. إذا خطاطة هي بهذا الشكل هذا. إذا غدروا التعريف بالمواطنة، عفوا الوطن والمواطنة. إذا عندنا تعريف الوطن، حب الوطن، فوائد المواطنة. هنا عندنا غديروا الوطن الحقيقي، المواطن الحقيقي، المواطنة وعدم التمييز، نتائج المواطنة الحقيقية. جيد. سؤال الموالي، أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفاهيا. هنا كتلخيص النص ممكن نقوله، الوطن ليس فقط رقعة جغرافية ضيقة، بل هو إحساس بالانتماء له والتعلق به، والمواطنة حقوق وواجبات ومسؤولية تجاه الوطن. فالمواطن الحقيقي هو من يشارك في بناء وطنه والارتقاء به إلى أعلى المراتب. جيد. السؤال الموالي، أستخرج القيمة المركزية للنص وأعبر عنها. إذا القيمة المركزية للنص هي حب الوطن، وهو إحساس خفي يجعلنا نتعلق بالموطن، والإحساس بالانتماء بالوطن عفوا،
والإحساس بالانتماء إليه مهما بعدت المسافات. السؤال الموالي: قوم توقعاتي بخصوص مضمون النص. إذا توقعي كان في محله، فالنص تحدث عن مفهوم الوطن والمواطنة. جيد أحبتي الصغار، هنا عدنا أبحاث أعد مع زملائي وزميلاتي بمساعدة أستاذي أو أستاذتي ميثاقا للقسم. إذا هذا كل واحد، كل مؤسسة أو كل صف يعني كل مؤسسة غدير الميثاق ديالها. جيد، إذا أحبتي الصغار بهكذا نكون سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. نتمنى أن الشرح ديالي يكون واضح. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.